لها السموم من كل الخلايا، من كل خلايا الجسم، لأنه تراكم هذه السموم من زئبق لألمنيوم لإستروجين لكوليسترول لكورتيزول، هذا كله بيعمل عملية تهيج أول شيء، حساسية في عامة من الجهاز المناعي، حساسية الجهاز المناعي بينتج عنها أمراض مناعية مزمنة زي الفايبروماليجيا، زي التصلب اللويحي، زي الارتكاريا، مشاكل جلدية، زي الأكزيما، زي الصدفية. السموم هذه بدها تطلع من برا، بتطلع عن طريق الجلد، عن طريق التنفس، عن طريق البول، عن طريق البراز. كيف ممكن احنا ننظف جسمنا بشكل عام بأساليب سهلة ومتوفرة؟ من الحديقة الخلفية لإلنا، مش هنروح بعيد، يعني من الأعشاب اللي بنسميها حتى مش أعشاب طبية، أعشاب تخرج لوحدها طبيعية برية. أول عشبة اللي هي عشبة الديتوكس اللي هي الكريس، عشبة الكريس عشبة تنبت في الحدائق، تنبت على جوانب الطرق، بتتميز بطولها المتر متر ونص، أوراقها الخضراء اللي زي النعنع، شبيهة في النعنع لأنها من العيلة النعنعية، وأوراقها بتكون إلها إبر، إذا لمسناها ممكن يصير تنخز وبحساسية على الجلد وبتهيج الجلد. الكريس غني في فيتامين سي اللي هو أكبر مضاد أكسدة، الكريس كالسيوم، مغنيسيوم، الكريس مضادات هيستامين، مضادات تهيج للجهاز المناعي، مهدئ، منظف للجهاز البولي، للقولون، ممتاز لمرضى الضغط، يعني حينزل الضغط. بس المهم انه حينظف جسمنا من المعادن. العشبة الثانية الهندوباء البرية كثير حكينا عنها، وعشبة موجودة مع الكريس دائما. والهندوباء البرية أثبتت الدراسات، كل الدراسات فعاليتها كتنظيف للكلى من الحصوات، من الترسبات، الجهاز البولي كله، للالتهابات، للإنفكشن، الهندوباء البرية اللي هي الدندلاين تي بتكون مع الكريس كخيار. شو كمان؟ عنا الليمون، إذا بناخذ حبة ليمون في اليوم مع كشرها، عدا عن فيتامين سي والألياف، مضادات الأكسدة اللي موجودة، هذا أكبر ديتوكس كمان للجهاز الهضمي والجهاز البولي والدم. شو كمان؟ زيت الزيتون. زيت الزيتون بسحب يعني زي مغناطيس، بسحب معه الديتوكس وبخرج هالمواد الثقيلة اللي موجودة. طب هاي صار في عنا الهندوباء البرية والكريس مع الليمون مع زيت الزيتون، كيف ممكن نعملنا خلطة هيك بسيطة اللي نستخدمها كل يوم، ملعقة ملعقتين ونريح راسنا؟ بنجيب الغصن من الكريس، ضمت كريس، ضمت هندوباء، واسمحوا لي أضيف عليهم ضمت بقدونس وضمت كزبرة. بقدونس وكزبرة معناته بوتاسيوم عالي، معناته مساعدة للكلى إنها تتخلص من هالسموم عن طريق إخراجها عن طريق البول. الكزبرة مغناطيس للمعادن الثقيلة وخصوصا الألمنيوم اللي موجود في جسمنا الكزبرة. فإحنا بنجيب كل إشي أخضر، نجيب ضمة كزبرة خضراء اللي هي شبيهة في البقدونس، ضمة بقدونس، وضمة كريس، وضمة هندوباء. هاي أربع أمور، هدول بنطبخوا يعني ممكن نطبخهم حتى، بس إحنا بدنا نحطهم في الخلاط بعد ما نغسلهم مع حبة ليمون بكشرها، والأفضل ليمون أخضر، ونحط عليها كأس لكأس ونص من زيت الزيتون على الخليط الأخضر هذا، ونضيف عليه شوية ملح صخري نص ملعقة ملعقة، نضيف عليه الكركم ملعقة نص ونص ملعقة من الفلفل على الخليط هذا، ونخلطه بالخلاط مع زيت الزيتون. هلا شو بيطلع عنا؟ بس نخلطه مع كل المكونات مع بعض بيطلع عنا زي الحمص الأخضر.
اما الحمص الاخضر او الخليط الاخضر مع زيت الزيتون بيكون جامد شوية مع الكزبرة الخضراء والبقدونس والليمون والكريس والهندوباء. بنحط في مرتبان بتغطى وبنحط في الثلاجة، وكل يوم باخذ لي من ملعقتين لاربع معالق، اربع معالق كبار يعني 4 جرام من المحلولاي او البازلة هذه اللي بتكون جاهزة وفي الثلاجة. باخذ لي ملعقتين على الريق وبشرب وراها مي. نسيت شغلة مهمة تنحط بدل نحكي عن الدوكس، راس ثوم كبير بلدي، راس ثوم يعني مش حبة ثوم، فص راس بتكشروه وبتحطوه في الخلاط، ومع الثومة اللي هي أكبر مضاد حيوي موجود عندكم في البيوت في الجوارير لمساعدة كل هذه العناصر، يا إما بتساعد الكلى على التخلص وتسريع التخلص من الفائض، أو بتساعد الكبد من جهة إنه تحفز إنتاج الجلوتاثيون في داخل الكبد اللي هو أكبر مضاد للأكسدة، مع فيتامين سي مع كل هالمواد، والكلوروفيل اللي موجود في هذه الخضروات لوحده هو منظف طبيعي. الكلوروفيل اللي هي المادة الخضراء اللي هي الأكسجين تاع النبات اللي هو يحتوي على الحديد والمغنيسيوم، فهذه الخلطة مع الثومة بتكون وسيلة جيدة إني أخذ منها على مدى شهر شهر ونص تأخلص المرتبان هذا، يعني يكون زي علبة المكملات لمدة شهر لازم كل يوم أخذ لي ملعقتين لأربع معالق، وأخذهم على الريق أو بعد الأكل بساعتين ثلاثة، وأشرب وراها مية، وأشرب مية فقط. نأخذ ملعقتين كاسة مية، نروح نتمشى لنا شوية، نتحرك، بجوز نحس شوية انتفاخات مش مشكلة، هذا بيسرع عملية الهضم، بنزل الضغط، بودينا على الحمام بسرعة، بزيل الإمساك، بصير نحس إنه البول ممكن يصير لونه يغمق شوية من كثرة هالسموم اللي موجودة. فعشان هيك بدكم تشربوا مية بكتير، إذا بدنا نعمل ديتوكس أو ناخد شغلات قوية في الديتوكس بدنا مية، ضل نشرب مية. وإذا بتشربوا بدل المية أعشاب، شاي أعشاب، يعني ضلكم تعملوا شاي أعشاب وتشرب، شاي أعشاب ونشرب. فححكي لكم هي الأعشاب نفسها اللي حطناها في الخليط هذه، خلينا ما نخربطكم. تستخدموا الهندوباء البرية مرتين لثلاث مرات في اليوم، الكريس مرتين لثلاث مرات في اليوم، الكزبرة والبكدونس ممكن نغليها أو بنعملها مع الشوربات مع شوية لحمة وشوية بهارات وبنشربها شرب في الكاب. هاي صار عنا كل المكملات. يا بناخذها هذه الوصفة سهلة، سهلة التحضير وسهلة الأخذ اللي هي مع الزيت زيت الزيتون، والوصفة الثانية اللي هي شرب أعشاب بعد ما نأخذ الوصفة هذه. لما تخلصوا هاي الوصفة